من اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فرض الفرائض وحد الحدود، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فلا يلومن إلا نفسه. الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي يأتي ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمسجد شريف بالمنيل. يحضر معنا هذا اللقاء من قيادات وأئمة وزارة الأوقاف فضيلة الدكتور محمود خليل سيد، وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور منتصف محمود عبد المهيمن، مدير إدارات بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ جمال إسماعيل حسن، مدير إدارة أوقاف جنوب القاهرة. ونتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ عبد الرحمن خالد أحمد، إمام هذا البيت العامر من بيوت الله. يأتي هذا اللقاء تحت عنوان فرائض الله في المواريث كما بينها كتابه العزيز. معنا من علمائنا خلال هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، العميد السابق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم سلطان، رئيس قسم الشريعة ووكيل كلية الحقوق السابق بجامعة المنوفية. الحضور الكرام، هذه اللقاءات برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والتي تناقش القضايا التي تهم المجتمع والفرد المسلم. الحضور الكرام، من جوانب عظمة الإسلام اهتمامه بأحكام الميراث، فجاءت أحكام الميراث دقيقة موزعة بحكمة بالغة وعدل من قبل رب العالمين. فربنا سبحانه وتعالى تولى تقسيم التركات ولم يترك ذلك لأحد من البشر. فصل ربنا سبحانه وتعالى بدقة أحكام المواريث في بيان بليغ وحساب دقيق، مما يستحيل على البشر أن يهتدوا إليه لولا أن هداهم الله. مع هذه الكلمة والتي نستمع إليها من فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، العميد السابق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه وسيد رسل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالشكر موصول لمعالي وزير الأوقاف على هذا الجهد الطيب وهذه اللقاءات العلمية المساجد العامرة، والشكر موصول للسادة العظام وكيل المديرية ومدير الإدارات ومدير الإدارة وشيخ المسجد والحضور الكرام. بارك الله فيكم وجمعنا على الخير دائما، وغفر الله لنا جميعا. لا شك أن المولى سبحانه وتعالى سخر لنا هذا الكون وأمرنا أن نسعى وأن نكتسب، بعد أن سهل لنا أمور السعي. هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالسعي وجلب الرزق وحب المال وجمع المال أمر فطري، ليس الأمر قاصرا على الأكل والشرب والاكتساء فقط، بل إن الإنسان يحب أن يجمع المال بطبعه، وهذا أمر فطري، أمر فطري جعله الله تعالى في كل واحد فينا. يقول تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. سبحان الله،
بل ممكن أن نرى رجلا لم يرزق بعد بأولاد ولكنه يسعى جادا في تحصيل المال ويصير من يعني أغنى الأغنياء. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن هناك من الناس من عنده القدرة على السعي وعنده الذكاء الفطري وعنده الاستعداد لجمع المال بطرق طيبة، وهناك من هو يعني بطيء في يعني اكتساب المال أو مقعد أو مريض أو ما إلى ذلك. ففضل الله تعالى واسع. وهناك من ابتلاه الله تعالى بالفقر والمسكنة، فآية من آيات الله تعالى أن الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، آية من آيات الله. فإذا المال في الدنيا هكذا أثناء الحياة، ويرى أن الإعجاز التشريعي كما تفضل أستاذ محمد أن الله تعالى أراحنا أن بعد أن أمرنا بأن نسعى وأن نتوكل على الله نسعى جادين وأن نأخذ بالأسباب حتى نعمر الأرض ويعني نتمتع بخيرات الأرض طالما كان ذلك في مباح، وقد ابتعدنا عن الحرام شرابا أو طعاما أو كساء أو ما إلى ذلك، هذا ما أباحه الله لنا. ولكن إذا ما يعني جاءت الوفاة لا يصح، لم يعد لنا شيء، يعني التركة ولكم نصف ما ترك أزواجه، خلاص أصبح التركة بعد وصية يوصي بها أو دين، فريضة من الله، فريضة يعني الفرائض المواريث، يعني علم المواريث، خلاص يعني علم التركات، يعني هذا أمر مطروق للمولى سبحانه وتعالى، هو الذي تفضل علينا وراحنا حتى لا نعمل أهواءنا في أن نحرم ولدا أو نحرم بنتا أو نحرم أخا أو عما له حق في الميراث أو ما إلى ذلك. هذا يدل على الإعجاز التشريعي. وهناك من المستشرقين من بحث في مسائل الميراث وتعجب، يعني أحوال التركة مثلا يجد أحيانا هنا الرجل يرث شيئا وهنا لا يرث، والقرابات متعددة والأسهم متعددة والأنصبة متعددة، فسبحان الله. ولكن من الممكن أن نقتصر هذا في أن المولى سبحانه وتعالى يعلم أن الوارث هو أقرب الناس إلى الميت وأحب الناس فطرة إلى الميت. تأكد لو أننا وقفنا أمام أي تركة، يعني أي تركة، نجد أن فعلا هؤلاء هم أحب الناس وهم الذين كنت أعتز بهم وأفتخر بهم وأقول هذه عزوتي وأقاربي وأحب الناس إلى الميت. إعجاز تشريعي. فأيضا الإعجاز التشريعي أو الملفت للنظر أن المولى سبحانه وتعالى ترك مجالا لرسولنا صلى الله عليه وسلم أيضا ببعض الأحاديث الشريفة التي تبين بعض الأنصبة. يقول صلى الله عليه وسلم يعني ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. العلماء يقولون مثلا ده عصب، العصب معناها إيه؟ معناها يعني مات وترك مثلا بنتا وأخا، يبقى الأخ ده عصب. ترك ابن أخ، لا يوجد إخوة إطلاق، يبقى الابن ابن الأخ ده عصب. لا يوجد أخ ولا أبناء إخوة، يوجد عم، يبقى العم ده أقرب الناس، ده يبقى عصب. لا يوجد عم، ابن عم، ابن يبقى الأبناء أولا، يبقى الابن عاصب. الأب يعني العاصب معناها إذا انفرد يأخذ كل التركة، معناها كده. الأب مات وترك أبا، يبقى يأخذ كل التركة. مات وترك ابنا فقط، يأخذ كل التركة. العم موجود، لا، الأب هو العاصب أقرب قوي، ترك ابنا فقط يأخذ كل التركة. لا يوجد لأب ولا ابن، إنما يوجد أخ يأخذ كل التركة.
يبقى المسألة يعني بتبقى سبحان الله يقول لك مثلا العصبات والجهات الأربع، يبقى نبوة للبنوة، لا الأخوة لا العمومة، والآخرة بيحجب الأبعد. يعني حاجات في الإيه؟ في المواريث، يعني نشرحها لأولادنا في كليات الحقوق. أستاذنا الدكتور عبد المنعم سلطان أول يعني الأحوال الشخصية مادة أساسية سنة ثالثة وساعات مستشار، يعني ما شاء الله في المحاكم بقى بيقسموا التركات. فبتجد إعجاز تشريعي، إعجاز تشريعي موجود. فالمولى سبحانه وتعالى يعني بحكمته يعني البالغة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الله. البعض بقى زمان، يعني انا زمان مؤتمر في احدى الدول العربيه سنه يعني 87 او 89 على ما اذكر، يقول لك ازاي يعني الامر ليس قريبا، ده من زمان بعض الجماعه اياهم، يقول لك ازاي ما المراه زي البنت زي الولد، مش كماله عدد زي ما بقول، يعني ليه ما نقولوش زي بعض يعني. سبحان الله، يعني الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من وبما انفقوا من ايه؟ من اموالهم. يعني الرجل انا مكلف شرعا ان اجهز بيت، يعني هتجوز بنت الحلال وبعدين انا اجوز، انا يعني اجهز الليل. هي مش مكلفه تجهز الجزمه لا مطبخ ولا حاجه، انا جاهز، انا الراجل مطالب شرعا اجهز الايه؟ اقدم لها المهر ايضا، يعني هديه خالصه، هبه خالصه تتصرف فيه بشتى انواع التصرفات. يعني هو وليها حينما يتسلل المهر، هو نائب عنها وكالة عرفية، إنما هو حقها الخالص. يقول تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي مهورهن نحلة، هبة خالصة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. سبحان الله، شوف تكريم الإسلام مرة. يبقى الرجل يعني إذا زوجته عندها ظروف تزوج أخرى جاهز برضه. الرجل عنده والده تعبان ومريض ينفق على الوالد، والوالدة تعبانة ينفق على عمته تعبانة، هو أقرب ناس ليه. ده الواقع، ده أنا شرعا مكلف إن والدي يبقى أنا أعوله، يعني عمتي الوحيدة والأقرب ناس لها يعني مكلف. فهذا يدل على أن المرأة مكرمة في الإسلام، لا تكلف، يعني لا تجبر المرأة على أن تنفق على بيت الزوجية أو أن تساعد في بيت الزوجية إلا برضا، إذا ارتضت هي هذا. هذا يعد تكريما للإيه؟ وإذا حدث طلاق، يعني لا قدر الله، يعني وإن يتفرق يغن له كل من ساعته، يبقى أقرب الناس إليه أيضا هو مكلف شرعا بالإيه؟ بالإنفاق عليه. فهذا يدل على أن المولى حينما ينص يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ليس انتقاصا من حق المرأة بل تكريما للمرأة، كأن الله تعالى أعطى لها. يبقى حينما يخطبها يعني من يتقدم لها ويقدم لها هدايا تكريما، وهذه فرصة للتعارف، نعم، بعد ذلك يقدم لها مهرا وحالا أو مقدما أو مؤخرا أو بعضهم يعني حال وبعضهم مؤجل، تكريم لها وإشعار بأنها لها مكانة. هذا يدل على الإيه؟ ولكن حينما نجد يعني أن هناك عدم فهم من بعض يعني السيدات، ويعني حينما نظرت إلى الأسماء كبيرة في مؤتمر كبير وحصلت على الدرجة العالية في التعليم وتنادي وكأن هذا فكر إيه، نقول لها سبحان الله، يعني احتراما لها، يعني عليك أن تعيد النظر. ولذلك الفقهاء الرحمن العلماء الكبار يعني قالوا هناك نصوص في القرآن، آيات القرآن لا مجال للنظر فيه، لا اجتهاد لأحد، قطعيات، أمور ثابتة. هل هناك مثلا رجل يقول الآن والله المغرب يعني أربع ركعات، هل يصح أن يقول رجل العشاء يبقى ست ركعات؟ ما ينفعش، دي أمور قطعية مسلمة. فأنا أسلم تماما بأن أمور المراس لا اجتهاد فيها أبدا. يأتي بعضنا ويقول لا يا أولاد الولد زي البنت، يا سلام، زي البنت المراس، وتفاجأ بقى طبعا بعد وفاة الرجل يحدث اختلاف بين الأولاد وضغينة بين الأولاد.
الأولاد. وبعدين يعني أغرب حاجة قريبة البنات زعلانين زعلانين ليه؟ أخوهم جه مضاهم على تقسيم التركة وبعدين البنات ما لهمش حاجة. أبونا قال البنات ما لهمش حاجة، إحنا جهزناهم كل واحدة جهزناها لبيت عريسها زوجها خلاص هو ده اللي هات حقه. والراجل ترك أموالا كثيرة سبحان الله، يعني حياء وقعت فعلا على الإيه، إنما الأمور غير طبيعية. يبقى هذه أعراف لا تصح أبدا من مسلم أبدا. أنت مالك أنت؟ ليه أنت توصي وتقول لا ما فيش البنت ما ترسي؟ خلاص إحنا جهزناها ودخلناها بيت الزوجية، أنت دخلتها صحيح، كلفت 50,000 صحيح، كلفت 100,000 صحيح، دي يعني هبة أثناء الحياة، هبة أثناء الحياة. أنت حر، أنت جهزتها ب 20,000 100,000 200,000، إنما ذنبها إيه بعد وفاته؟ طب ما جايز تطلق بعد 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 شهر، بعد شهرين، جايز ظروف وهكذا. يبقى هذا يدل على أن هناك إعجازا تشريعيا في كل مسألة. حينما نقف مع الأب والأم يعني كان مع الولد يبقى السدس والايه تكريم. يعني بعض الزملاء منهم الاستاذ الدكتور عبد المنعم سلطان يقول لك المراه تفوق الرجل في الميراث واكثر ميراث في احيان كثيره جدا، انما المهم بالخلاصه ان احنا نقول يعني المولى سبحانه وتعالى توعد بالعقاب الشديد لمن يعدل في هذه الايه، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. هذا يدل على ايه؟ على ان احكام المواريث من الاهميه في المكان ان نحترم ما نص الله تعالى على يعني على هذه الحدود وهذه الفرائض، لان هناك لان المولى هو العليم الحكيم بما يصلح حال اولادي، ومن ثم ان اسعى في الارض واكتسب من فضل الله تعالى، ويعني يمن الله تعالى علي بالمال الوفير ان كان هناك بسط في الرزق، ولكن ادع هذا المال بعد وفاتي لما يعني فرضه الله تعالى وقدره من أنصبة، إن كانت الوالدة موجودة أو الوالد أو الأخ أو الأخت أو البنت أو الإيه أو الولد، أو يعني لا يوجد لي أولاد وأخواتي أو أعمامي أو أبناء العم. الأمور مقدرة وجميلة وتقسيم جميل. فندعو الله تعالى أن نكون جميعا من عباده الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه، وأن يبارك لنا في أموالنا. حتى وجدنا الإعجاز قبل أن نوزع الأموال يبقى لابد أن نسدد الديون، لابد أن نسدد ننفذ الوصايا. يبقى إذا الحقوق المتعلقة بالتركة يعني لابد أن تنفذ أولا ثم نقسم التركة. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل العميد السابق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر على هذه الكلمة الطيبة ضمن هذا اللقاء، والذي يأتي بعنوان فرائض الله في المواريث كما بينها كتابه العزيز. الحضور الكرام، لا مجال في توزيع أنصبة الميراث للمجادلة ولا للرأي، إنها شريعة الله وحكمته. تولى الله سبحانه وتعالى قسمة المواريث منعا للشقاق ومنعا للنفوس الضعيفة، لكي يطفي على المؤمن الطمأنينة والرضا إذا علم حينما يقل نصيبه أو حينما يمتنع من الإرث أن نقصه أو منعه آت من لدن أحكم الحاكمين، فيرضى حينئذ بحكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. الآن تنتقل الكلمة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم سلطان رئيس قسم الشريعة والوكيل السابق لكلية الحقوق بجامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الشكر كل الشكر لمعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على هذا الجهد الطيب والمبذول لتبسيط وتوصيل
أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الفقه الإسلامي بصورة ميسرة إلى الناس جميعا. وكذلك كل الشكر لعلماء وزارة الأوقاف ورجال وزارة الأوقاف، فضيلة الأستاذ الدكتور محمود خليل مدير إدارة أو وكيل وزارة الأوقاف في القاهرة، والسادة العلماء المدراء للمديريات المختلفة، نشكرهم على هذا الجهد الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يقومون به وثواب ما يقومون به في ميزان حسناتهم يوم القيامة. من المعلوم أن الإسلام هو خاتم الأديان السماوية، وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وخاتم الأنبياء، وشريعة الإسلام هي خاتمة الشرائع السماوية، والقرآن الكريم هو آخر كلام السماء إلى أهل الأرض، وبانتقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتمل الشرع واكتمل الدين. وبما أن الإسلام هو خاتم الأديان السماوية، إذن شريعته هي خاتمة الشرائع السماوية. وبما أنه لا دين بعد الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فكذلك لا شريعة بعد شريعة الإسلام، وستظل بعون الله تعالى باقية إلى يوم القيامة. وهذه الشريعة أو بقاء هذه الشريعة يحتاج إلى أن تكون هذه الشريعة مرنة، ومعنى مرونتها أنها تستوعب المستجدات التي تطرأ على حياة الناس، وكذلك الأقضية الجديدة. ومما يدل على مرونة الشريعة الإسلامية وأنها باقية إن شاء الله إلى يوم القيامة، مما يدل على ذلك أن الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالأمور التي لا تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، تأتي فيها بأحكام قطعية وأحكام لا مجال فيها للاجتهاد. أما في الأمور التي تتغير بتغير الناس والأحوال والأزمان، تأتي الشريعة الإسلامية فيها بمبادئ عامة وقواعد عامة، وتترك لمجتهدي الأمة في كل عصر أن يجتهدوا للأقضية المستحدثة والأقضية المستجدة في إطار هذه القواعد. ومن هذه المسائل التي جاءت الشريعة الإسلامية فيها بأحكام مفصلة فصلها الله سبحانه وتعالى تفصيلا وبينها بيانا شافيا لا مجال فيه للاجتهاد، هو ما يتعلق بأحكام الميراث. هناك أيضا الجنايات، وهناك العبادات وما إلى ذلك، لكن حديثنا في هذه الأمسية أو في هذا اللقاء مقتصر أو ينصب على علم الميراث أو الأحكام المتعلقة بالمواريث. فالله عز وجل بيّن أحكام الميراث بيانا شافيا لم يترك فيه لأي مجتهد أن يتدخل لبيان بعض أحكامه، بل إن الله سبحانه وتعالى لعلمه أن البشر ربما يحيد وربما يحيف عن الحق، بدأ بيان أحكام الميراث بالوصية. يقول سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. رغم أن هناك يعني شفقة موفورة وشفقة غريزية بين الإنسان وبين أبنائه، لكن
ربما يحيد الإنسان فيعمد إلى حرمان بعض الورثة من الميراث أو إنقاص بعض أنصبتهم. ولذلك بدأ الله عز وجل بيان أحكام الميراث أو المواريث بالوصية منه سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا إلى الميراث فيما قبل الإسلام نجد أنه كان يقوم على الظلم وعدم العدل. كان الميراث قبل الإسلام في الجاهلية يقتصر على الذكر فقط، والذي يحمل السلاح، والذي يأتي بالغنائم، والذي يعني يقف أو يقوم على فرسه وما إلى ذلك. لكن أما الضعفاء وأما النساء فلا ميراث لهم. حينما جاء الإسلام قوم هذه الأمور وقوم هذه العادات وجعل للمرأة نصيبا في الميراث، وكذلك للضعفاء والصغار نصيبا في الميراث. ولذلك سوف نبدأ ببيان معنى علم الفرائض. علم الفرائض هو أو علم الميراث، فعنوان هذه أو هذا الملتقى الثقافي فرائض الله عز وجل في كتابه العزيز. معنى الفرائض الأشياء التي بينها سبحانه وتعالى وأمر بالالتزام بها، وهي فرائض الله سبحانه وتعالى والتي تعني علم الميراث. فعلم الفرائض هو بمعنى علم الميراث. وعلم علم الميراث هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث في التركة. يبقى إذن علم الميراث هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث في التركة. وهذا العلم بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فضل تعلمه وفضل الحرص عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، وإن امرئ مقبول وهو أول علم ينتزع. ولعل أن يختلف الإثنان في الفريضة فلا يجدان من يحكم بينهم. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض أي تعلموا علم المواريث وكيفية توزيع التركات. ولذلك قال العلماء إن تعلم أحكام الميراث فرض كفاية من فروض الكفاية التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، بحيث إذا وجدت طائفة وبعض العلماء تفقهوا في الدين وتعلموا أحكام هذا العلم سقط الإسم عن الباقين. أما لو تركته كل الأمة تأسم في هذه الحالة. تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. ما معنى أن علم الميراث نصف العلم؟ قالوا لأنه يشمل جانب من حياة الإنسان. حياة الإنسان إما حاله إما حيا أو ميتا، ففي حال حياته أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى غير علم الميراث تنظم هذه الأحكام من البيع والشراء وما إلى ذلك. بعد وفاته هذا هو الجانب الثاني الذي ينظمه هو علم الميراث. وهذا العلم بيّن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أول علم ينتزع وأول علم يرفع حتى يختلف الإسلام في الفريضة فلا يعني يجد من يقضي بينهم. هذا يدل على مكانة هذا العلم وعلى فضله وعلى أهميته. هذا العلم يبحث في التركة أن يقوم له أركان هو الوارث والمورث والشيء الموروث. وفيما يتعلق باشتمال هذا العلم على هذه الأركان
بين العلماء أنه هناك شروطا لتحقيق هذا العلم أو لتحقيق الميراث. أول شرط من شروط توزيع التركة وتطبيق أحكام الميراث هو موت المورث حقيقة أو حكما. الشرط الثاني هو حياة الوارث حقيقة أو حكما. الشرط الثالث وجود تركة، أن يترك الميت شيئا يتم توزيعه طبقا لأحكام الميراث. العلماء بيّنوا أن هناك حقوقا متعلقة بالتركة قبل أن يتم توزيع التركة وتطبيق أحكام الميراث. هناك حقوق يجب مراعاتها. أول هذه الحقوق يجب تجهيز أو إخراج نفقة تجهيز الميت وتكفينه وما إلى ذلك قبل أن توزع التركة. لو كان العرف قد جرى أن هناك من يقوم بتغسيل الميت وتجهيزه وتكفينه وحمله ودفنه وما إلى ذلك بمقابل، يجب أن يؤخذ هذا المقابل من التركة قبل توزيعه، لأنه حق تعلق بالتركة. أما إذا كان العرف يقضي أن هناك أناس يقومون بهذا حسبة لله سبحانه وتعالى فلا يؤخذ هذا الأمر. ثم بعد ذلك سداد ديونه. قبل أن توزع التركة لابد من سداد الديون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة أو مرهونة بدينه حتى يؤدى عنه. ثم بعد ذلك تنفيذ وصاياه، وذلك في حدود الثلث. ما زاد عن الثلث يحتاج إلى إيه؟ إلى إذن الورثة. أيضا هناك حكم شرع من أجل هذا العلم. من هذه الحكم أن هناك مصلحة من تشريع علم الميراث، مصلحة للفرد أو ومصلحة للأسرة ومصلحة للمجتمع. فمن مصلحة الفرد أنه يرغب في أن تؤول تركته إلى من يحب من أبنائه، ومصلحة الأسرة أن يتم توزيع هذه التركة بين أفرادها، ومصلحة المجتمع أن يتم توزيع هذه التركة بين أفراد المجتمع حتى لا يكون هناك تضخم للتركات وما إلى ذلك. بقيت نقطة أخيرة فيها هذا الأمر، وهي: ما هي الحكمة في أن نصيب المرأة في الميراث نصف نصيب الرجل؟ هذه دائما يتعلق بها البعض الذين يريدون أن ينالوا من التشريع الإسلامي وما إلى ذلك. العلماء بيّنوا أن الحكمة من ذلك تكمن في عدة أمور. الأمر الأول أن المرأة نفقتها مكفولة على غيرها. قبل أن تتزوج نفقتها على والدها، بعد الزواج نفقتها على أبيها، لو توفي زوجها نفقتها على أخيها أو بقية عصبتها. كذلك هذه واحد. الأمر الثاني أن الرجل يحتاج إلى المال أكثر من المرأة، فإذا تزوج ينفق على زوجته وينفق على أولاده، والمرأة تأخذ نصيبها من الميراث تدخر هذا الموضوع أو هذا الأمر ولا تنفق منه شيئا. كذلك أيضا لو حصل تساوي بين النصيب الرجل ونصيب المرأة يؤدي إلى عدم اتزان في الأسرة أو الناحية الاجتماعية، لأن هذا يؤدي إلى أن تقوى وتزداد مالية المرأة، ربما يدفعها ذلك إلى الطغيان أو التعالي على الرجل، وفي نفس الوقت لا ترفض أن يطلب منها بعض النفقات. كذلك أيضا هذه الأمور نظمها الله سبحانه وتعالى، وهو العليم بأحوال المرأة والذي كرمها سبحانه وتعالى. بقيت نقطة أخيرة حتى لا أطيل، وهي: بعض الناس يتعدى أو يفتئت على حق الورثة
والافتئات إما الحرمان بصفة كاملة أو إنقاص النصيب. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هذه الأحكام فريضة، ففي نهاية الآية يوصيكم الله في أولادكم يقول سبحانه فريضة من الله، ويقول عز وجل ومن يطع الله ورسوله في ماذا؟ في إعطاء كل ذي حق حق يدخله جنات تجري من تحت الأنهار، وفي المقابل ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده في ماذا؟ في الحرمان أو الإنقاص يدخله نارا خالدا فيها. وفي سنة 2018 وجاء المشرع بنص في القانون ووضع عقوبة لمن يخفي معلومات أو بعض البيانات عن أحكام الميراث، وهذه العقوبة تصل إلى 6 أشهر حبس. فهذا أيضا يدفع إلى الضعفاء ومن وقع عليهم أن الله سبحانه وتعالى ناصرهم، وأن التشريع الإسلامي وقانون المواريث الذي هو جل أحكامه مأخوذ من الشريعة الإسلامية وليس له من الناحية القانونية إلا المسمى فقط، أيضا قد وضع إجراءات تحمي هؤلاء. أكتفي بهذا القدر، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم سلطان رئيس قسم الشريعة والوكيل السابق لكلية الحقوق بجامعة المنوفية على هذه الكلمة الطيبة ضمن هذا اللقاء، والذي يأتي بعنوان فرائض الله في المواريث كما بينها كتابه العزيز. الحضور الكرام، القرآن الكريم كلام الله الخبير بما يصلح قلوب الخلق ونفوسهم وشؤونهم في الدنيا والآخرة، وفيه سورة تعلو بالإنسانية إلى أعلى مراتبها وهي سورة النساء، ومن مقاصدها تنظيم المجتمع المسلم من داخله من خلال حفظ الحقوق الاجتماعية والمالية. لذلك نجد أن آيات المواريث في هذه السورة المباركة ختمت بقوله سبحانه إن الله كان عليما حكيما والله عليم حكيم والله عليم حليم والله بكل شيء عليم. إن الإسلام لم يهضم المرأة حقها، بل إن المرأة قبل الإسلام كانت تورث كما يورث المتاع، فرفع الإسلام مكانتها وأعلى منزلتها ورفع قدرها وشرفها وكرمها أختا وحفظها زوجة وصانها بنتا وجعلها على قدم المساواة مع الرجل في العبادات والفرائض والقربات. وإننا نتعلم من علمائنا ومن أساتذتنا الذين نحن بين أيديهم أن هناك حالات في الميراث تفوق فيها أو يفوق نصيب المرأة نصيب الرجل، أو تتساوى مع الرجل، أو ترث ولا يرث الرجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما النساء شقائق الرجال. في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل العميد السابق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم سلطان رئيس قسم الشريعة والوكيل السابق لكلية الحقوق بجامعة المنوفية، وإلى علماء وأئمة وزارة الأوقاف. هذه تحياتي محمد جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.